بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أتوجه إلى الشعب المصري كله، المعارضين والمؤيدين، والذين يحلمون بغد أفضل ويحبون أن يعيش أبناؤهم وأحفادهم في ظل دولة حديثة، الدولة المصرية التي نستحقها جميعاً، التي تمتلك كل أدوات الاستقرار والإنتاج والتنمية والحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والقيمة الكبيرة التي تستحقها مصر بين باقي دول العالم. لقد غزيت مصر كثيراً عبر التاريخ، وحال أعداؤها بين شعبها وبين أن تكون الدولة صاحبة الرسالة الحقيقية والدولة التي تنتج ما تحتاج إليه ويمتلك أبناؤها إرادته، وذلك واضح عبر التاريخ الاستعماري ثم ما تلا ذلك من ثورات للمصريين متعددة، كان آخرها وأعظمها ثورة 25 يناير 2011، حيث وقفنا جميعا في كل الميادين لنقول للظالم المجرم لا بد وأن تترك المكان. وقد كان، إلا أنه كما تعلم بقيت أذناب وأظافر، وبقيت الدولة العميقة، وبقي المفسدون، وبقيت تحديات كثيرة. وقد قام الشعب المصري بفضل الله بانتخابات حرة ونزيهة في العام الماضي 2012، وتم اختياري رئيسا للجمهورية في انتخابات حرة ونزيهة كاملة شهد بها كل الناس في الخارج والداخل. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أبذل كل جهد لكي تمتلك مصر إرادتها، ولكي يمتلك أبناء مصر حريتهم الحقيقية، ولكي يكون لأبناء مصر دور فاعل في تقدم وطنهم وفي المضي قدما إلى آفاق أرحب، إلى إنتاج حقيقي، إلى دور كبير ينتظرهم ويستحقونه. وحال دون تحقيق ذلك قصر المدة عام واحد، والتحديات الكثيرة التي رأيتم جميعا كيف تواجهنا وكيف نواجهها. والآن ما يجري على أرض الواقع، وحاولت وما زلت أن أجنب المصريين جميعا أي نوع من الصدار أو أعمال العنف أو الاقتتال، لأن كل قطرة دم مصرية عزيزة علي، ولا أبدا أرضى ولا أقبل ولا أسمح أن تراق هذه الدماء الطاهرة. والهدف هو الاستقرار لمصر ونجاح الثورة. أرى الآن أيها المصريون جميعا أن هذه الثورة تسرق منا، يراد لنا جميعا أن ندخل في بحر من الخلافات التي لا تنتهي، والجدل الذي لا ينتج عنه إلا كل سوء وتأخير لهذا الوطن، وندخل في حلقات من مطالبات بالتغيير للقيادة، ويمكن أن يتكرر هذا عدة مرات. ترون معي كيف أن الذين حرسوا الشرعية التي كلنا ساهم في إيجادها
ترون معي أن هناك تراجع في هذا المجال، وترون معي أيضا أننا أنا رئيس الجمهورية حريص جدا على هذه الشرعية. ولذلك قمت في الأيام الماضية بالاتصال بكل القوى السياسية وبمشاركة القوات المسلحة لكي نصل إلى مبادرة يقبلها كل الأطراف، ولكن تقدمت القوى والأحزاب التي تقف في صف حماية الشرعية والحرص عليها بمبادرة لرئيس الجمهورية فيها بنود عديدة وفيها عروض كثيرة، منها تغيير الحكومة، ومنها حل مشكلة النائب العام قضاء، وقد قضي في ذلك اليوم بحكم يبحث الآن وغدا كيفية تنفيذه. وفيها في هذه المبادرة أيضا أن يكون هناك عقد اجتماعي بيننا جميعا بالتفاوض كيف نتحرك إلى الأمام. ومن هذه المقترحات في هذه المبادرة أيضا سرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية القادمة لكي نكون برلمانا طبقا للدستور المصري القائم الآن، الذي يعد إنجازا كبيرا من إنجازات هذه الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير. لقد تعاونت قوى كثيرة على إجهاض كل هذه المحاولات لإتمام مراحل الثورة التي توافقنا عليها قبل ذلك. من هذه المبادرة أيضا أن يكون هناك ميثاق شرف للحوار للإعلام الذي يقوم بدور تعلمونه جميعا، فالكثير من وسائل الإعلام تستخدم لهدم ما بدأنا وما بنيناه معا. في هذه المبادرة أيضا نحرص جميعا على احترام الشرعية والدستور القائم ودولة القانون. في هذه المبادرة هناك أيضا ما يحفظ لكل قوى الوطن، كل يحفظ له دوره ويقدر له عطاءه لكي نمضي في المرحلة القادمة متعاونين متكاملين ولا نكون أبدا متناحرين. ولذلك ما أراه الآن أن هناك محاولات مستميتة لكي تسرق هذه الثورة، لكي نعود إلى المربع الأول، لكي نبدأ من جديد. الأمر الذي أرفضه تماما ولا أقبله ولا أوافق عليه، وأتوجه بأمر مباشر إلى كل القوى في المؤسسات، قوى الأمن الداخلية والقوات المسلحة، أن يكون دورهم في حفظ أمن الوطن دور بارز وواضح، وأن يمنعوا إراقة الدماء، وأن أيضا يحافظوا على الشرعية التي اكتسبناها جميعا طبقا للانتخابات الرئاسية وقبلها الانتخابات البرلمانية وبعدها الاستفتاء على الدستور. فهؤلاء أبناء الوطن مطلوب منهم أن يحافظوا على هذه الشرعية وأن يحفظوا هذا الوطن، وأن تكون الشرعية الدستورية، وأن تكون الشرعية القانونية، وأن يكون صوت الناس، صوت هذا الشعب الذي على بهذه الشرعية هو الأصل في الحفاظ على الوطن. فلا مسار غير مسار الشرعية الدستورية والقانون القائم الآن. لا بد وأن نمضي إلى انتخابات برلمانية وبأسرع خطى لكي نكون البرلمان الجديد.
لا بد وأن نحافظ على الدستور الذي وضع واستفتي عليه ووافق عليه 64% من المصريين، واستقر على ما فيه من مواد، استقر على ذلك القضاء المصري، وصدرت أحكام محاكم، ومنها المحكمة الدستورية بناء على هذا الدستور، بل تم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية طبقا لهذا الدستور، والآن يراد لهذا الدستور أن يعطل. أنا أرفض ذلك رفضا تاما، وأدعوكم أن تحافظوا عليه وأن تتمسكوا به وألا ترضوا به بديلا. الخيار الوحيد أمامي أنقله إليكم أنني الرئيس المنتخب لمصر، وأن دستور مصر واجب الاحترام من الجميع، وأن القوانين المصرية نافذة إلى أن يعدل ما يحتاج التعديل فيها طبقا لهذا الدستور. لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي كامل، وتديره لجنة الانتخابات المعروفة والمعرفة في هذا الدستور، ويحرس هذه الانتخابات رجال الأمن من القوات المسلحة، وقبلهم وزارة الداخلية والشرطة. العالم ينظر إلينا ونحن نعرف أنفسنا قادرون على تخطي العقبات. نحن أبناء مصر، نحن أبناء هذا الوطن، هذه إرادة المصريين، ولا يمكن إلغاء هذه الإرادة بمرور عام عليها. كيف يحدث هذا؟ وفي أي عالم نعيش؟ نعيش في عالم يتحدث عن الديمقراطية. لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية تفصيل لمصر العظيمة، إنما يجب أن تكون الديمقراطية حق المصريين في الحرية وفي ممارسة الديمقراطية كما تعرف عليها وعرفها هذا العالم، وهي ديمقراطية اختيار الأغلبية والنزول على رأي الشعب إذا ما أعلنت نتيجة هذا الرأي وقد أعلنت. فلماذا نريد أن نوقف هذه المسيرة؟ هل نريد أن تسفك الدماء؟ لا يمكن أن نرضى بذلك، ولا أدعوكم إلا إلى حفظ الدماء وعدم الوقوع في مستنقع الاقتتال، لأن هذا إذا حدث فإن هذا الوطن يتعرض لخطر عظيم. الآن نحن أمام تحدي تاريخي كبير، نحن سنقف جميعا أمام الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا، ليقول لنا سبحانه وتعالى: ماذا فعلتم في الأمانة؟ ها أنا أعرض عليكم وأؤكد لكم بالتكرار هذا العرض، وعرض واحد، وهو التمسك بالشرعية والاستمرار تحت ظلها. دستور البلاد الذي صدر بعد الاستفتاء العظيم، صدر في 25 ديسمبر 2012، وعشنا في ظله 6 أشهر كاملة حتى الآن. لا شرعية أخرى ولا يمكن أن تكون ولا تقبل. أنا لا أقبل هذا على الإطلاق، ولا أرضى لكم أن تقتتلوا، بل أعمركم ألا تقتتلوا، ولا أرضى لكم أن تعودوا إلى الوراء، ولا أرضى لنفسي أن أسلم بأن هناك شرعية جديدة. الشرعية المتغيرة كل 10 أشهر تمثل فوضى، وليس لها قانون وليس لها مرجعية، وإنما هي عودة بالوطن إلى موقف قديم قررنا فيه أن يستقر هذا الوطن بعد ثورة 25 يناير. أيها الكرام، يا أبناء مصر جميعا في كل مكان،
أينما وجدتم هذا وطننا، هذا وطننا، ونعيش فيه تحت ظل سماء ربنا، ونعرف حقيقة ما يكاد لنا، وأنتم تعلمون وتدركون أن ما يكاد لنا كبير وكثير. وأقول للجميع، أقول للجميع، للمؤيدين وللمعارضين ولرجال القضاء وللعمال وللفلاحين ولرجال الداخلية ولرجال القوات المسلحة ولكل فئات الشعب المصري، أنتم أبناء مصر، أنتم أصحاب هذا الوطن، أنتم القادرون على أن تحفظوا أمنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأكبر مسؤولية الآن أن نحفظ أمنه، ونحفظ أمن أبنائه، ونحفظ دماءهم بالتمسك بالشرعية التي قررناها معا. أنا معكم، أنا واقف بينكم، أنا مستمر معكم للحفاظ على هذه الشرعية، وليس لدي أي مانع كما قلت قبل ذلك ومنذ شهور ومنذ أسابيع ومنذ أيام. والآن أنا جاهز لكي يجلس الجميع، وأجلس مع الجميع، وأتفاوض مع الجميع، وأتحاور مع الجميع من المؤيدين والمعارضين. والمبادرة التي قلتها لكم اليوم وافقت عليها، وأنتم الآن تعرفون تفاصيلها، لكي ننجو بوطننا بحوار فعال بإخلاص ننجو به ونتحرك إلى الأمام. فإذا وقع غير ذلك فإن هذا مسؤولية من يقوم بغير ذلك، مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذا الشعب. لا يمكن لأحد، إذا امتلك قوة من هذا الشعب هي ملك لهذا الشعب، أن يفرض رأيه بهذه القوة التي لا يمتلكها هو. حتى وإن كنت أنا لا أمارس ضغطا بقوة على الناس لأمنعهم من إنفاذ إرادتهم، هذا غير جائز، لا مني ولا من غيري. إذن نحن جميعا متمسكون بالشرعية، نحن جميعا نحترم الدستور، نحن جميعا نحترم القانون، نحن جميعا نحب وطننا، نحب مصرنا، نحب وطننا العربي الكبير، نحب عالمنا هذا الذي نعيش فيه، نحب أن نكون من أبناء هذا العالم الذين يدعون إلى السلام وينفذون ما يؤدي إليه ويقومون بواجبهم. وها أنا ذا أقوم بواجبي تجاهكم جميعا. لا بديل عن الشرعية، لا بديل عن الدستور، لا بديل عن القانون، لا بديل عن احترام الإرادة. أقدر أن تكون هناك معارضة قوية وفعالة، ولكني أرى أيضا أن هناك تأييد كبير، وأرى في الخلف في التاريخ القريب منذ عام ومنذ 6 أشهر إرادة الشعب، وقد نفذت بطريقة قانونية، وقد وقعت بطريقة رضي بها الكل وقبلها الجميع، وسرنا في ظلها عام، فكان هذا دليل على القبول، وكان هذا دليل على احترام الدستور، وكان هذا دليل على أنه لا بديل لهذا. لكن عندما نأتي اليوم ونقول لا بد أن نوقف هذه المسيرة ونعود إلى المربع الصفري مرة أخرى، هذا أمر لا يتحرك بنا إلى الأمام، ولا ينقلنا نقلة إلى تنمية حقيقية، ولا ينقلنا نقلة إلى أن نكون بجد أحرار في وطننا. لا نقبل أن يفرض علينا أحد إرادته. هذا الشعب شب على الطوق وبلغ الرشد وبلغ من الوعي ما يمكنه أن يحفظ ويحافظ على نفسه، على دمائه، على كرامته، على حريته، على الشرعية
التي يستظل بظلها. هذه رسالتي إليكم، أتقدم بها واضحة، أنا معكم، واقف معكم في مصر على أرضها لكي نحمي الشرعية ونتعامل من خلالها، والله سبحانه وتعالى يتولى الأمر كله. اعلموا أيها المصريون جميعا أننا لا نغير على ديننا أكثر من ربنا، ولا نغير على وطننا أكثر من ربنا، ونعمل بظل أن نكون عدولا وأن نعدل فيما نقول. نريد العدل لوطننا، نريد الحرية لأبناء مصر جميعا، نريد الشرعية القائمة أن نحافظ عليها، نريد العدالة الاجتماعية. أطلب من الجميع أن يكون حارسا لهذا الوطن، وأن يكون حريصا على هذه الشرعية، وأن يكون حريصا على الدستور والقانون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الأمر بيد الله، وإننا بأيدينا إرادتنا، وإننا بذلك نعلن تماما حبنا لهذا الوطن وتمسكنا بالشرعية القائمة، ولا مناص ولا عدول عن ذلك. أشكركم وأقدم لكم كل تحية وحب، وأتمنى لكم كل توفيق، معكم وبكم، وبفضل الله وحوله نمضي، والله المستعان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.